السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد، فيديو تحفيزي فيه بزاف ديال الحويجات اللي هما زوينين واكيد غيعجبكم، بزاف ديال النصائح والشهيوات. الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة، معكم مريم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما جديد الفيديوهات. بديت لكم النهار من البداية ديالو بعد ما قضيت الأغراض اللي كانت عندي خارج البيت ودخلت للدار. حاجة اللي ما تضيعش لك الوقت وهي ترتبي الأولويات اللي عندك في الدار. فمثلا أنا هنا كنفضل أنني نرتب لما نحيدهم من فوق البوتاجي باش يبقى نقي، لا عندي شي حوايج نديرهم يتسبنوا وعاد نبدأ نوجد الغداء والحوايج وحدين اخرين اللي عندي في الدار. هكذا كتبقى لي الدار نقية، وهادشي ما كياخدش مني بزاف ديال الوقت إذا كنت عارفة شنو غادي ندير في النهار ديالي. غادي نجي باش نحضر معكم واحد الشهيوه للغدا، بما ان هذا النهار دخلت شويه معطل الدار فالغدا شويه كان معطل، قلت غادي نوجد شي حاجه اللي خفيفه وفي نفس الوقت كتجي بنينه بزاف. خديت بطاطا قطعتها ودرت عليها الماء طايب خليتها كتسلق. هنا خديت مقله اللي غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، غادي ندير فيها بصيله اللي نخليها كتشحر، ومن بعد غادي نضيفوا اللبن. ده انا استعملت، ممكن انكم تستعملوا الكفته او لا اي حاجه بغيتوها، حوت ولا كفته اللي بغيتو نتوما. زدت هنايا شويه ديال الفلفله مقطعه، ومن بعد غادي نزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال البصل، وشويه ديال السكينجبير. فقط هاد ثلاثه ديال العطريه اللي غادي ندير، وممكن تزيدوا حتى الثوم بودر. البطاطا خاصنا نسلقوها مزيان حتى تهرس بحال ما هاد الشكل، حيت حنا باغيين نوجدو بيوري وتكون رطبه مزيان، دونك ضروري البطاطا تكون مسلوقه مزيان. ممكن تاخدو اي مول بغيتو، انا كيعجبوني هاد الطويجنات ديال الفخار هما اللي نوجد فيهم هاد الوصفه. غديروا فيهم واحد قطيره ديال الزيت وغادي تدهنوا بها هاد الطويجنات بهاد الشكل. ما حطيت البطاطا مسلوقه غادي نزيد عليها الفرماج. بالنسبه للبطاطا راه كنت درت معاها الملحه فاش تسلقات، غادي نحاول نضغط هكا بالفرشيط على البطاطا حتى تخلط معاها ديك الفرماج. انا هنا استعملت غير الفرماج المثلث، تقدروا تستعملوا جبن الموتزاريلا في هاد المرحله هذه. بالنسبه للحشوه اللي كنت وجدت خليتها كطيب على نار مهيله، ممكن تزيدوا لها شويه د الماء باش يطيب لكم لدهن مزيان، وزدت عليها الزيتون مقطع دواور حتى ولات عندي بهذا الشكل. كنطيبوها حتى كتولي ناشفه ومعلكه بحال ما هذا الشكل هذا. من بعد فحنا كنزيدوها فوق من هذا البوري ديال البطاطا اللي وجدنا. هاد الوصفه البنات كتجي رائعه جدا 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 وبنينه بزاف بزاف بزاف، ننصحكم انكم تجربوها. بالنسبة
بالنسبة للصوص فكتبقى مسألة اختيارية، إلا عندكم شي صوص وبغيتو ديروها من الفوق ممكن، كما أن ممكن تستغناو عليها في هذه المرحلة. من بعد فحنا كنضيفو الفرماج محكوك من فوق منها، وما نقولش لكم على اللذة ديال هذه الوصفة. كندخلوها للفران حتى كتحمر وكنخرجوها، وبالصحة والراحة جربوها البنات وردوا عليا، وصفة واعرة بزاف بزاف بزاف. لا درتوها حتى بالكفتة أولا بالحوت غادي تجي بنينة. اهم حاجه في النهار هي ديك السويعه اللي غنجلس نتفرج فيها في البرامج المفضله ديالي. كنوجد بعدها القهوه ديالي، انا عزيز عليا القهوه وكنحماق على القهوه. وتنشعل الموسيقى وانا كنوجد القهوه ديالي على خاطري، كنحاول نخلق بعض الاجواء من الراحه. ومن بعد كنتفرج في برنامج او مسلسل او حاجه عجباني، سواء من مور فاش كتنعس بنتي في الليل، او لا مني كتكون شقاريه كتكون هي جالسه حدايا كتلعب وانا كنتفرج. كيكون شي شويه صداع راكم عارفين، من المهم كنخلقوا بعض الاجواء من الراحه لينا، ماشي ضروري حيت عندنا الوليدات او عندنا المشاغل ما غاديش نجلسوا ونرتاحوا ونتفرجوا. ضروري ما نخرجوا واحد السويعه لينا، نسمحوا مره مره في الشقه وفي الروينه وفي الدار. نشارك معكم واحد التحليه اللي كنديرها بزاف وكتجي زوينه. انا كنديرها هكا في الطويبله ديال العشاء، اولا كنديرها هكا كتحليه مع الديسير مر الوجبات، كتجي بنينه بزاف وزوينه وصراحه الله سهله في الطريقه ديالها. غادي ناخذ هنا كاس ديال السكر سنيده او 8 المعالق كبار ديال السكر سنيده، غنديروهم في مقله من الاحسن تكون مقله ما كتلصقش، نار تكون متوسطه، وغنخليهم بلا ما تحركوهم حتى كتذوب ديك السنيده وكيتشكل لينا هكا الكراميل. من الافضل يعني ما تخليوش حتى يتحرق، الا تحرق ولا لونه كحل فكيجي مر ما كيجيش بنين، خاصو يكون بحال ما هكا. يعني ملي تولي يدوب ليكم وتولي بحال ما هكا، غادي تاخذوا شي مول، ممكن تاخذوا اي مول عندكم في الدار اللي كيصلح للكيك، غادي ديروا فيه هذاك الكراميل كطبقه اولى. وخاصكم هذه العمليه ديروها بسرعه، لانكم فاش كطفيو على البوطه على ديك سنيده ولا داك الكراميل اللي وجدنا راه كيقصح، الا خليتوه في المقله كيقصح. خاصكم يعني هو سخون تخويه في المول. هنا غنوجدوا الطبقه الثانيه، غنحتاجو 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر الفاني، 3 د المعالق ديال السكر سنيده، ممكن ديروا اكثر، انا نحاول يعني نقص السكر يعني ما امكن باش ما يجيش حلو بزاف، مي ممكن ديروا حتى 4 ولا 5 ديال المعالق. غنديروا 3 د الكيسان د الحليب، يعني القاعده يعني الا درتو 3 د البيضات غديروا 3 د كيسان الحليب، درتو 4 د البيضات غديروا 4 د الكيسان الحليب، يعني نتوما غتبقاو تزيدوا الكميه على حسب قداش بغيتوا ديروا هاد الديسير. طحنت هادشي كامل في الخلاط الكهربائي، ومن بعد غادي نكبو على داك الكراميل اللي درنا في الطبقه الاولى. بالنسبه للمكونات راه غادي نخليهم لكم مكتوبين سواء في صندوق الوصف او في التعليق، وغنثبتو لكم باش تبقاو مسجلين عندكم المكونات. دابا غنجيو الطبقه الثالثه، غنديرو فيها بيضه واحده، غنديرو فيها جوج معالق ديال السكر سنيده، غنديرو فيها نص كاس ديال الزيت، غنديرو فيها هذا ساشي ديال الكاكاو بودر، معلقه ديال القهوه، وغنديرو فيها كاس ديال الحليب. غنطحنوا هاد المكونات كاملين. انا كنستعمل غير الخلاط الكهربائي، ممكن انكم تستعملوا غير الخلاط اليدوي يكون افضل كاع في هاد الوصفه. من بعد ما خلطت كاع المكونات في الخلاط الكهربائي غادي نبداو نضيفوا الدقيق، من الاحسن تغربلوه باش ما يديرش لكم هكا كويرات في الكيك. تقريبا انا درت واحد 5 ديال المعالق كبار عامرين ديال الدقيق.
غنعاودو نمزجو الخليط في الخلاط الكهربائي وغادي نديروه فوق من دوك جوج طبقات، يعني الطبقة الأولى كراميل، الطبقة الثانية درنا فيها داك المزيج، والطبقة الثالثة درنا فيها هاد الخليط ديال الكيك. من بعد فاحنا خصنا نوجدو بحال حمام مريم فين غادي نطيب هاد الكيكة. تناخدو شي خدو شي مقلة أو لا شي مول عندكم، حطو فيه هاد المول اللي وجدنا ولا هادشي اللي وجدنا، راه هكا كيكون الشكل ديالها البنات قبل ما تطيب. ومن بعد خاصكم تحتاجوا المطايب اللي غادي تخويو، غتشعلوا الفران فقط غير من التحت وغادي تخشيو هاد الكيكه وغتخليوها كطيب، كتاخد تقريبا واحد 45 دقيقه. الغلط اللي درت انا هو انني مزجت الحليب والبيض في الخلاط الكهربائي، ما الفكره كنخلطهم غير بيديا، فدار لي بحال شويه ديال الكشكوشه هكا كتبان لكم فوق الكيك. هادي بعد ما خرجتها من الفران كنخليها حتى كتبرد مزيان، ومن بعد تنديرها في الثلاجه، كنغطيها بالبلاستيك الغذائي من الفوق وكنديرها في الثلاجه. هي خاصها تبقى على الاقل واحد 6 ساعات في الثلاجة. انا هاد المرة مع كنت بغيتها للعشاء فخليتها غير واحد 2 ساعة في الثلاجة. هذا الشكل ديالها من بعد ما جبتها من الثلاجة، غادي تبدا تبان لكم ديك الصوص ديال الكراميل في الجناب. هاد الديسير هو سميتو قدرة قادر، كنصحكم انكم تجربوه، كيجي بنين بزاف. انا خصوصا في رمضان كنديرو بزاف بزاف بزاف، تيجي كتحلية زوينة. ناخدو واحد الطبسيل ونقلبوها وشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش غيجي. صراحة يعني كاين مرات كنصوبها كتجي احلى من هذه اللي صوبت هذه المرة. كتجي زوينة بزاف كاع على هذه اللي صوبت هذه المرة. مي نفس الطريقة كنطبقها في جميع، يعني في جميع المرات اللي كنصوبها فيها، غير ممكن تضاعفوا يعني الكمية باش تعطيكم حجم اكبر للكيك. جربوها وردوا عليا الخبر الا كان سبق لكم ما جربتوهاش، اكيد اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وعجبكم هذا الروتين اللي شاركت معاكم ولا هذه الطريقه اللي شاركت معاكم في هذا الفيديو. شكرا على التتبع ديالكم، زوروا الحساب ديالي على الانستغرام عالم وكي، غنخليه لكم في صندوق الوصف، كنكون متفاعله فيه تقريبا بشكل يومي وكنجاوب على الاسئله ديالكم بسرعه. وكنتمنى تشجعوني تشجعوا هذا المحتوى اللي كنقدم لكم باش نزيد نصور فيديوهات ان شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم وبسلامة عليكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديو قادم بإذن الله. كانت معكم مريم.